عظيم جدا. كإدارة وكجهاز فني وكلاعبين، كيف تنظرون للنادي الأهلي في الوقت الحالي؟ شايفين قوة النادي الأهلي لحد فين؟ أخوي كريم، مهما طال الزمن أو قصر، يبقى فريق الأهلي فريق كبير وعريق، وعنده إنجازات اليوم على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي والمستوى القاري. اليوم مستحيل نستنقص من هذا الفريق العظيم، الفريق الكبير، واللي أكيد اللي يزيد عظمه ويزيد قوة جمهوره الداعم له دائما. ودائما متى ما حضر الجمهور المصري اكيد كان مؤثر، لكن خلينا نقول نحن نتوقع ونتامل انها تكون قمه كبيره، واكيد نحن طموحنا اليوم ان نتجاوز هذه المرحله والمرحله القويه والكبيره. لكن مثل ما قلت لك، الاهلي يبقى الاهلي، واكيد نحن ندرك اليوم صعوبه اللقاء، صعوبة المرحلة، لكن أكيد للعين، شباب العين ولاعبين العين وجمهور العين وجمهور الإماراتي طموح. أكيد اليوم طموحنا عالي، وطموحنا اليوم نتجاوز المرحلة القادمة. أكيد أنها صعبة، لكنها أكيد في عالم كرة القدم غير مستحيلة.